يسعد صباحك يا فرح. صباحك يا رب. كيفك لليوم؟ الحمد لله، كل يوم الصباح بنقول الحمد لله على كل حال. أكيد يسعد صباحك وصباح الخير لكل مشاهدي الأخبارية السورية. يوم جديد وأسبوع جديد، وأكيد مع بداية كل صباح نتمنى أنه نتأمل خير بالأيام الجاية ودائما يعني نكون أفضل وأحسن بكل الأمور. أكيد محطتنا اليوم عديدة ومنوعة، رح تكون ثقافية واجتماعية وطبية، وأكيد باقة من التقارير من المحافظات السورية، لكن خليني أجل عندك يا فرح. صباحك مرة ثانية هادي، صباح الحب والبدايات الحلوة يلي دائما منفتح لنا الصبح، منقول يا رب يكون هذا النهار كلياته خير صحة وبركة، وأكيد الصحة هي أهم شيء بالحياة، الله يديمها على الجميع. اليوم ساعة وربع من الوقت، ومثل ما تعودنا بنبدأ نهارنا بطاقة كتير حلوة وطاقة إيجابية يمكن نسرقها من بعض اللحظات الحلوة. خلنا نروح لفاصل صغير لنبدأ بمشوارنا معكم. أكيد فرح، قبل ما نبدأ مشوارنا الصباحي ومحطاتنا لليوم خلونا ننتقل لرزنامة التاريخ لنتعرف على أهم الأحداث اللي تشكلت بمثل هذا اليوم. خلونا نتابع. كل يوم تتولد أحداث جديدة وبتتسجل برزنامة التاريخ وبتشكل ذاكرة منسترجعها مع بداية كل صباح. اليوم 26 آب، خلونا نتعرف على أبرز هاي الأحداث. بمثل هاليوم من عام 1883 بركان كاراكاتو يبدأ ثورانه الأخير الذي خلف 163 قرية مدمرة. بعام 1953 اندلاع ثورة في مراكش ضد الاحتلال الفرنسي. بعام 1957 الاتحاد السوفيتي يعلن عن نجاح أولى تجاربه بإطلاق أول صاروخ عابر للقارات في العالم. وبعام 1992 انفجار قنبلة في مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر ويودي بحياة 12 ضحية وجرح 125 آخرين. بعام 2020 تحول إعصار لورا إلى الدرجة الرابعة بعد وصوله إلى سواحل لوزيانا وخليج المكسيك مخلفاً 28 قتيلاً وإجلاء نصف مليون نسمة من كوبا والولايات المتحدة وعدة مناطق أخرى. هذه مثل ما تعودنا دائماً، هل تعلم شو فيها من أخبار ممكن تكون جديدة وممكن نتذكرها مع بعض؟ خلنا نتابع بالتقرير التالي. الشائع بأن الشوكولات تعد أحد أسباب ظهور حب الشباب، فهل تعلم أنه ومن الممكن بعكس المعتقد الشوكولات لا تكون لها علاقة بظهور حب الشباب؟ وهل تعلم أيضاً من فوائد الشوكولات بأنه تناول الشوكولات الداكنة يومياً يقلل من مخاطر أمراض القلب بنسبة الثلث؟ معلومتنا الثانية عن السوشيال ميديا يلي صارت مساحة للتعليق وأبداء الرأي، ولكن يبدو أن الدراسات الاجتماعية بتأكد العكس، فهل تعلم بأنه عدم التعليق وأبداء الآراء الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي هي من العلامات البارزة على النضوج الفكري؟ معلومتنا الثانية عن الفطر اللي يعد أحد المكونات الأساسية اللي بتدخل بعدد من الأغذية ومنها البيتزا، ولكن هل تعلم بأن الفطر يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة اللي بتساعد على التخلص من الجذور الحرة، وهو نوع من المواد الكيميائية التي من الممكن أن تضر بخلايا جسم الإنسان وبالتالي ممكن التخلص منها وأيضاً مكافحة السرطان؟ آخر معلومة لليوم بهل تعلم عن القهوة الصباحية اللي تعتبر جزء من أسلوب الحياة اليومي عند الكتار، فهل تعلم بأن فنجان القهوة الصباحي يعمل على تحفيز الدهون البنية اللي بتساعد الجسم على حرق السعرات الحرارية لتمنح الجسم الطاقة؟ و
وأكيد أولى تقاريرنا لليوم مع مقطوعات موسيقية عالمية وعروض غنائية شرقية وغربية ضمن الأمسية الغنائية التي يقيمها البيت العربي للموسيقى في دار الأسد للثقافة والفنون باللاذقية. تفاصيل أكثر مشاهدينا منتابعها بالتقرير التالي. مقطوعات موسيقية عالمية وعروض غنائية شرقية وغربية ضمن الأمسية الغنائية التي يقيمها البيت العربي للموسيقى في دار الأسد للثقافة والفنون باللاذقية. اليوم شيء مهم جدا نشوف مجموعة من الشباب خاصة بهالأوقات الصعبة اللي عم نعيشها اليوم من حصار اقتصادي وغيره. نشوف مجموعة من الشباب على أحد مسارح مراكزنا الثقافية باللاذقية عم تقدم حفل موسيقي، عم يحضر جمهور مثل ما أنا شايفين امتلأت مدرجات المسرح. سعيدين جدا بشبابنا، لهم كامل الدعم. نحن كموسيقيين كفنيين علينا نحن نعطي جمالية لحياتنا، لأولادنا، لمجتمعنا بشكل عام، أنه بتضل الحياة أجمل أظن مع الموسيقى، أنه منورطهم بجماليات الحياة أكثر، بيصير حتى اللي بده يحكي يتبادل الرأي بيصير بظن أروق وألطف في القبول وبالرفض. الحفل الموسيقي هذا صراحة هو بيضم مجموعة من الشباب والصبايا لهم زمان بيشتغلوا على آلاتهم. حاولنا نعمل أكبر قدر ممكن من تنويع بالآلات بحيث نقدر نلبي حاجات الأوركسترا. اخترنا مقطوعات عالمية، فالسات وتانجو، بالإضافة لبعض الأغاني الأجنبية واللي وزعناها بتوزيع أوركسترا بتوزيع مختلف. اليوم مشاركتي هي للعديد من القطع مع الأوركسترا، بالإضافة كمان للإنترو تبع الحفلة هو لإلي يعني سولو بيانو، بالإضافة في مادة بيانو كمان إلي ضمن الحفلة. بشكل عام الموسيقى هي بتاخذني على بعد تاني عن الحياة يعني، ومشاركتنا اليوم راح تقتضي على كذا آلة موسيقية غربية وشرقية من خلال الروك والدرامز والتشيلوز. طبعا الموسيقى كثير شيء مهم للإنسان يعني، ضروري حتى استماع للأطفال من عمر صغير حتى للمسنين. طبعا الموسيقى هي مثل الفيول اللي بخليني أكمل كل يوم، بتعطيني طاقة، بتعطيني استمرارية حتى أقدر أعيش كل يوم بيومه بطاقة حلوة. نحن شاركنا بمجموعات الكمان ككمان تاني بسموه هارموني، فبالكمان الأول بيكون دور أساسي، نحن الهارموني اللي وراهم بنكون. تشكل هذه الأمسية تقليدا سنويا لإبراز المواهب وصقل المهارات وبالتالي إغناء الموسيقى السورية. طبعا خلينا نحكي عن اولى فقراتنا هايدي اللي بتبدا دائما بمواضيع بتناسب كل وقت، واليوم مع تغير الفصول قد ايه بنسمع عن امراض بتصيب العين، ممكن ترافق حكه او حتى حرقه نتيجه التحسس من عوامل تبدل الفصول. اكيد يعني مشاكل صحيه والتهابات فعلا بتصيب بالأمر العين مختلفة اكيد، ويمكن الاعراض بتختلف من الشخص للثاني، لكن بعض الناس بيقولوا انه ممكن هذا الشيء يكون عادي موسم تحسسي، لكن اذا شفنا موضوع للمدى البعيد رح نعرف انه ممكن يكون في مشكله ومؤشر لمرض معين، فكتير مهم العنايه بصحه العين وما نهمل اي عارض اليوم مهما كان بسيط. مشاهدينا باولى فقراتنا الطبيه لليوم رح نحكي عن التهاب الملتحمه، نفرق بينه بين التحسسي والفيروسي، الاسباب والاعراض وطرق العلاج مع ضيفتنا يلي صارت ضمن الاستوديو الدكتوره سوسن احمد اختصاصيه بامراض العين. يسعد صباحك دكتوره. يسعد صباحك، اهلا وسهلا. صباح الخير دكتورة. اليوم مثل ما قلنا تبدل الفصول وشو بيحمل معه يمكن من تغيرات وتبدلات بتطرق على جسم الإنسان، منها العين اللي هي يمكن أكثر عضو حساس بالجسم، فخلينا نعرف شو أغلب وأشيع الأمراض التحسسية اللي ممكن تصيب العين قبل ما نفوت بالتفاصيل. هلا هو التهاب الملتحمة بشكل عام أعراضه تقريبا مشتركة مع اختلاف الأسباب أو المسببات. هلا التهاب الملتحمة التحسسي أنواع، في عنا التهاب ملتحمة موسمي له علاقة بالموسم وحتى بالمناطق والجغرافيا، فهذا أكثر أسبابه هي غبار الطلع يعني حبوب اللقاح بنسميها أو غبار الطلع، وهذا تقريبا بيكون أعراضه بين الخريف وبين الربيع يعني ممكن تمتد، يعني هو ببلش بالخريف بيمتد شوي للشتاء وممكن يبلش بالربيع ويمتد شوي للصيف، وهو ممكن يتشارك حتى مع أعراض تانية مثل بالبرد بالمناطق الشتاء بارد بصير سيلان أنفد ومع حرقة بالعين، ونفس الشيء ممكن يمتد للصيف.
النوع الثاني الدائم اللي هو سببه أكثر أسبابه أنه التعرض للعوامل المحسسة، أكثر شيء هي غبار المنازل أو اسمه حمى العث. هي الحمى العث هي حشرات بتعيش بالبيت، بتفضل الأماكن اللي فيها وبر مثل أساس المنازل، مثل السداج، مثل التخت، الفراش، البطانيات والأغطية، وبتحب المناطق الحارة والرطبة، وهي ممكن أنها كمان تعمل التهاب، يعني تعمل أعراض تحسسية بالنسبة للشخص. في منه تماسيا بسموه التهاب ملتحمي تحسسي والتهاب جلد حتى بيرافقه، مثل مثلا العدسات اللاصقة، مثل مثلا التماس مع عوامل محسسة مثل مثلا فرو الحيوانات أو شيء اللي إذا أنا بزور مكان، هلأ إذا أنا عم ربيه فصار اسمه دائم، أما إذا أنا عم زور حدا عنده حيوان أليف وأنا بتحسس فممكن أتعرض لهالشي. في منه اللي منسميه نحنا يعني بالخلايا العرطلة أو شيء اللي له علاقة كمان بالعدسات اللاصقة وعدم العناية الجيدة، يعني عدم الوعي باستخدام العدسات اللاصقة أو حتى عدم استخدام أنواع محاليل جيدة، هي كلياتها ممكن تسبب لنا التهاب ملتحمة تحسسي، أو ممكن أدوية أو مستحضرات التجميل، أو يعني الحقيقة هو التهاب التحسس مشكلة حقيقية، هي عرض السهل الممتنع بنسميه، إذا نعرف السبب فمنتجنبه بيكون كتير مليح، وإذا ما نعرف مشكلة حقيقية. تمام دكتورة، بعد ما تعرفنا من حضرتك عن التهاب الملتحمة التحسسي وذكرتي نقاط جدا مهمة، من أبسط الأشياء بالبيت ممكن فعلا تأثر اليوم على صحة العين، طيب خلينا نوضح أكثر للمشاهدين شو الفرق اليوم بينه وبين التهاب الملتحمة الفيروسية الروسي الجرثومي، خلينا نوضح الأعراض بيناتهم. هلأ هي الملتحمة هي الجزء اللي بيفرش سطح العين، بيبطن كل العين، المنطقة البيضاء لحتى نمتد لباطن الأجفان، فهي الجزء كتير شفاف بيكون ورقيق. فهي الأعراض بالنسبة بين الالتهاب الملتحمي التحسسي والفيروسي ما كتير في فروقات، اثنيناتهم بيترافقوا باحتقان، احمرار العين، حكة، دماع، مفرزات مائية أو مخاطية. هلأ الفرق بيناتهم ما كتير فينا نعتبره فرق، على فكرة أي واحد منهم ممكن يؤدي للتاني، يعني بمعنى هلأ الفيروسي إجمالا بيرافق نزلات البرد، يعني بعد قريب أو كذا ممكن ينتقل ويعطينا التهاب على مستوى الملتحمة ويعطي مفرزات مائية ومخاطية، يقعد 4 لـ5 أيام وحتى بدون معالجة ممكن يروح. ممكن لا يكون بالعكس نتيجة الالتهاب الملتحمي التحسسي، نتيجة الحكة وإيدينا ما ننظيفة ننتقل لالتهاب الملتحمي الفيروسي. فالحقيقة هو ما كتير في يعني خلينا نقول حد كبير فاصل، بس التحسسي مثل ما حكينا ممكن يكون موسمي فصلي عم يتكرر. الفيروسي له علاقة بنزلات البرد، بصيب الأطفال شوي أكثر من الكبار، ما شرط يكون دائم، ما شرط يكون متكرر سنويا. هذا الفروقات بيناتهم. بالنسبة للمعالجة هي شوي فروقات اختصاصية بتخصنا، بس انه ممكن يعني اجمالا الفيروسي ممكن يكون الطف من التحسسي. دكتورة خلينا ندخل دغري بطرق العلاج، خاصة لما نحن بنعرف هي الاسباب مثل ما قلتي اللي ممكن تختلف من شخص لاخر، وبالتالي طريقة العلاج كمان فهي بتختلف. بالنسبة لالتهاب الملتحمي التحسسي يعني هو أهم درهم وقاية خير من قنطار علاج، فأهم شيء إذا بنقدر نعمل وقاية، وأول مرحلة بالوقاية هو أني نعرف شو العامل المحسس ونتجنبه، هي شغلة صعبة كتير كتير بس هي أهم شيء. هلأ العلاج ممكن تكون علاجات بسيطة ومنزلية، مثلا كمادات دافية على العين بتساعد خصوصي للأطفال، بتهدي كتير الملتحمة وبتهدي العين، كمادات مي دافية مغلية ومفترة مشان تكون المي عقيمة، بالقطنة مثلا هيك بنحط شوي بنحط على العين بيساعد. ممكن نقدر نجيبها من الصيدلية، يعني يقدروا يجيبوا أطرات مرطبة أو أطرات مضادات تحسس بسيطة من الصيدلية. الحالات الأقوى واللي بتستدعي يعني مراجعة الطبيب، نحن عادة بنتجنب كتير الكورتيزون، لأنه الكورتيزون معروف الدواء السحري لعلاج التهاب الملتحمي التحسسي، وهو فعلا بيروح الأعراض بسرعة، بس مشكلته أنه هو ممكن المريض يتعود عليه ويصير يجيبه من الصيدلية بشكل دوري وله مشاكله طبعا. فمنبلش بقطرات مضادات تحسس، في قطرات وقائية منشارك مضادات التحسس السريعة اللي بتعطينا مفعول خلال 10 أيام مع الوقائية اللي بتحتاج 20 يوم لتبلش تشتغل، وبنطلب من المريض يستخدم الوقائية قبل شهر من بداية الموسم المحسس له، لأنه هي بتحتاج 20 يوم لتشتغل وما يعملها، يضل مستمر باستخدامها، هي بتساعده كتير، بالإضافة لمرطبات العين، قطرات المرطبة للعين خصوصي اللي بيستخدموا الأجهزة الإلكترونية واللابتوب والموبايل فترة طويلة. تمام، طيب خلينا نحكي عن الفئة الحساسة من الأطفال، الرضع
اليوم، كيف ممكن الأم تنتبه في حال كان وجود مشكلة بالتهاب الملتحمة عند طفلة؟ هلا ما كثير الحقيقه الفرق واسع بين الكبار والبالغين بالنسبه لالتهاب الملتحمه التحسسي، لانه الاليه التحسسيه نفسها اليه العلاج نفسها ممكن اليه العلاج عند الكبار ممكن نتجرأ بالكورتيزونات او نعطي الحب بالطريق العام اكثر، والفرق الاهم انه فيك تاخذي قصه مرضيه، الكبير فيك تاخذي وتعطي معه وتفهمي شو الاسباب. بالنسبه للرضع الرضيع كثير صعب نعرف، بنقدر من الام شوي لانه كمان الرضيع اختلاطه الخارجي اقل، فهو يفترض اقل عرضه للتحسس، فنحصر القصة بالمنزل أكثر، وجود حيوان وننبهها أنها تنظف الأغطية، تنفضها، تشمسها، تمسح بعد، تستخدم الهوفر المكنسة الكهربائية لشفط الغبرة، وبعد منها تستخدم خرقة مبلولة، أنه المكيفات أنها تكون فيها فلترة مشان تساعد أكثر على تصفية الهواء، ممكن تكون هي عم تحط مستحضرات تجميل أو عطور معينة أنه تتجنب وقت اللي بدها ترضع ابنها أو شيء، تمسح الثدي بشكل جيد، تستخدم ممكن كريمات، تفكر انه خصوصي بالبداية اول فترة الرضاعة بصير تشققات بحلمة الثدي وممكن يستخدموا كريمات معينة انها تغسلها منيح، نوع الصابون اللي بيغسل فيه له دور، اذا فيها تغسلها بمي دافية فاترة اخر شيء تمسحها، هذا بيساعد اكتر. فالاطفال يعني الاطفال والبالغين ما كتير فرق. بالنسبة للاطفال الاكبر سن مثلا خصوصي هلأ بالصيف المسابح، انه يكون المسبح اللي يروح عليه مفلتر بشكل جيد، تكون ما يكون في كلور كتير، يعني في نوع أنواع من تعقيم المسابح، الأوزون أفضل من الكلور. مية الكلور هي كتير مؤذية للعين بس ضرورية لعقامة المسبح، فإذا فيهم يستخدموا نظارات السباحة فهي بتوقي كتير كتير. إذا فيني أحكي بالوقاية بشكل عام، فوت على الوقاية أكتر، أو الوقاية هي مثلا انه نحن اللي عنده موسمي له علاقه بغبار الطلع يتجنب يطلع بفترات الصباح الاولى وفترات المساء عند المغرب اللي بينطلق فيها غبار الطلع، يسكروا الشبابيك اذا كان في هواء، بصير هواء ربيعي وهواء خريفي، نحن بنحبه بس هو ممكن يحمل مشكله، يحطوا نظارات شمسيه لما يطلعوا لبرا، في التزام هالقد الاطفال مشكله الحقيقه، لهيك فترات الذروه اذا هو الطفل الحقيقه هو المشكله، لانه الخصوصي اللي عندهم رمد ربيعي وحركة العين عند الأطفال بالذات، حركة الحكة هي الحركة الميكانيكية ممكن تطور مشاكل بالقرنية ومشاكل مهمة كتير، إنه يراجعوا أكيد الطبيب عند أي شكايات مهمة مثل الألام، تدني القدرة البصرية، تورم الأجفان، هي كلها أعراض مهمة إنه يراجعوا الطبيب فيها. دكتورة للأسف اليوم يمكن أغلب طرق العلاج عم بتكون إما عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو نصيحة من الجارة ومن القريبة ومن حدا يمكن مر بنفس التجربة، بدون ما ننتبه إنه يمكن طرق المرض بتختلف من شخص لآخر، وأيضا العلاج بيختلف. بعض الأشخاص بيستخدموا يمكن كمادات إن كانت شاي أو حتى بابونج أو حتى ماسكات معينة، فخلينا نعرف شو صحة هي الكمادات، شو هي الكمادات المنزلية اللي فعلا تنصحي فيها كإسعاف أولي قبل ما نتوجه للطبيب؟ هلأ نحن مثلا كأطباء عيون في بعض أنواع التهابات الأجفان ننصح فيها بكمادات الشاي الفاتر، قد يكون مريض راجع طبيب العينية نصح ويعتبر كمادات الشاي نستفاد من حمض العفص بهالحالة الالتهابية، بس أنا ما كتير بنصح بالأعشاب والكمادات البابونج وهدول، لأنه أصلا ممكن يكون في تحسس للمادة اللي مستخدمة. هلأ إذا بتضمني أنت تحطي الكمادة وما يكون عندك التهاب جلد تماسي وما يفوت شيء لجوا العين ماشي الحال، بس الأأمن والأفضل هو كمادات الدافية المي، يعني بنغلي المي بنفترها وبنحطها على العين، أما أي شيء تاني الحقيقة أنا بفضل أنه نتجنبه بدون استشارة طبية. ممكن يعمل آثار جانبية عكسية؟ إيه طبعاً طبعاً، في مواد ممكن تكون سامة للقرنية، يعني ممكن توصل لالتهاب قرنية كيميائي وممكن فعلاً تكون لها مشكلة دائمة تترك أثر ندبة وما غير قابلة للمعالجة، فيكون كتير حذر الشخص على الأقل، على الأقل إذا هو مقتنع كتير معني ما بنصحه، على الأقل ما تكون كتير القطع القماش اللي بده يحطها على أول شيء ما يقطر بقلب العين. في إمهات لنرجع للرضع بيفكروا نقطة حليب بقلب العين بتساعد الطفل كتير، وهي كارثة جداً، هي كتير مهمة، كارثة الحليب
ما حدا يحطه. الحليب بيفيد الطفل من جوا، ما بيفيده من برا ابدا، لا على الوش ولا جوا العين. بشره الطفل الرضيع بالذات وعينه كتير 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 حساسه، يعني كل ما خففنا حتى نحن بعلاجاتنا بنتجنب قد ما فينا، لانه القطرات كمان مواد كيميائيه وفيها مواد حافظه، فكتير بنكون حذرين وبنفضل اصلا باقل دوز ممكن وباقل عدد ممكن من القطرات انه نوصل للنتيجه. فاكيد نحن يفترض نكون كتير يعني بمعنى مدروسين دارسين القصة أكثر بالكمال. يعني فعلا أخطاء شائعة كثيرة عم نشوفها، إن كانت عم تروج من وسائل الإعلام من وسائل التواصل الاجتماعي أو فعلا ممكن من الأرض الواقع. طيب خلينا نحكي اليوم، كثير من الأشخاص بتلاقيهم لما يفيقوا الصبح بيصير عندهم احمرار، بيصير عندهم حكة نوعا ما، حرارة، بيقولوا لك أنه يمكن من السهر من التعب. طيب أنا كيف بدي أعرف إذا هذا الشيء طبيعي أم لا، أنا هذا الأمر بيستدعي أنه أنا أروح لعند الطبيب؟ هلأ ممكن الشخص يبلش بعلاجات مثل ما قلت يعني آمنة، اللي هي القطرة المرطبة للعين. ترطيب العين مهم كتير، نحن بلادنا فيها شمس، فيها غبرة، حرارة عالية، في تبدل طقوس كتير ومفاجئة، ننتقل فجأة من الحر للبرد، من البرد للحر، ما عندنا كتير فصول انتقالية. ببلش أو بنستخدم ميك اب، ممكن تنامي ما تنسي تمسحي الميك اب، ممكن فببلشي بالقطرات المرطبة، تعملي أمور وقائية إنه أنا انتبه نوع المغذيات، نوع الكريمات ما تكون معطرة، إذا أنا طبيعتي تحسسية استخدم شيء خاص للعين المحسسة، إذا أنا بحط عدسات لاصقة ما نام بالعدسات، كلها بلش أنا أعمل أشياء يعني صحية أكثر، واستخدم قطرات مرطبة. خصوصي الجفاف أصعب شيء أول ما يفيق الشخص من النوم، لأنه نحن حركة الرفيف تبع العين هي اللي بتساعد بترطيب العين، أنا نايمة كل الليل فبيكون جافة. ممكن يستخدم قطرات أبسط يعني أنتي هستامين أو شيء بسيط. هلأ هو إذا عم يفيق الصبح عين أشفان ورمانة، مفرزات كتير قوية مسكرة العين، هون بتستدعي مراجعة الطبيب فورا. إذا عم يفيق بألم عيني مراجعة الطبيب فورا، إذا عم تأثر على القدرة البصرية كمان بدها مراجعة الطبيب فورا. بالأعراض البسيطة ممكن يبلش بالمعالجات، كمادات الشاي المي الفاترة، شوية قطرات مرطبة والوقاية البسيطة. دكتورة يعني من الأخطاء الشائعة اللي بنشوفها للأسف عند أغلب الصبايا، البعض منهم ممكن للأسف ينام بالميك اب ويفيق تاني يوم بهي الحالة، البعض الآخر ممكن يصير في تبادل بعمليات مستحضرات التجميل بدون ما ننتبه إنه بعض العين ممكن تكون حساسة أو حتى ممكن تكون أدوات تجميل ملوثة. فخلينا نركز على هي النقطة، وقدي السيدة اليوم ما لازم تهمل هذا الموضوع وتكون حذرة كتير خاصة باستعمال مستحضرات التجميل. الحياة فرح، أنت كتير كتير ضويتي على فكرة مهمة ويومية، الحقيقة هي حياتي ويومية، انه المستحضرات التجميل ممكن اللي بتناسبك ما تناسبني، اللي بتناسب هايدي ما تناسبني انا. ومو شرط الماركات على فكرة، يعني ممكن تاخدي من ماركة عالمية ومشهورة واصلية تجيبيها من المتجر نفسه بالبلد المنشأ، وممكن فعلا تتحسس الادوات الادوات والريشة. نحن بطبيعتنا في شيء اسمه بنسميها الفلورا الجرثومية الخاصة فينا، اللي هي جراثيم ضرورية لجسمنا، كيف عم بحكي عن العس اللي هو بينظف الجلد، بيطلع على سطح بشرتنا وبينظف الجلد الميت، فهو مفيد لنا ما نضار. فممكن يكون المفرزات تبعته تحسسنا. في شيء اسمه الفلورا الخاصة فينا اللي هي بتخص كل شخص لحاله، بصمة العين يعني بصمة الإيد نفس الشيء. فممكن يكون أنت المستحضر المناسب إليك أنا ما يناسبني، وإنقلك الفلورا ويعمل التهابات، والالتهابات المتحمة التحسسي برجع وبقول السهل الممتنع، اللي هو عرض شوية حكة وحرقة وخلص، أنا بحط قطرة أنتي هستامين أو مضاد تحسس وبيمشي الحال. ممكن توصل لتعمل ندبات وقرحات بالقرنية وتعمل تدني قدرة بصرية دائم غير قابل للمعالجة. فالفكرة الالتية كتير مهمة، صحيح. أول شيء ما ننام بالمستحضر، نمسحه منيح قبل ما ننام. والشغلة الثانية إنه ما نتبادل المستحضرات التجميل والأدوات مثل ما تفضلتي، الريشة والمسكرة وهي الأساس. تمام. يمكن كمان دكتورة أحيانا نشوف إنه العلاج ممكن هو يودينا لمشكلة مرضية، بتلاحظي اليوم كتير من الصبايا الشائع بيكونوا لاجئين لحتى تكون عينهم بيضة، بيلجأوا لقطرات معينة لأساليب علاجية، هذا الشيء قد ايه ممكن اليوم يسبب التهاب بالملتحمة؟ الحقيقة هي القطرات اللي بتبيض العين هي قطرات بتنشف العين، يعني لحتى تبيض العين بدها تنشف كتير بتجفف، وبنفس الوقت هي القطرات تكرارها الدائم بعدين بتوصل إلى مرحلة عكسية بتصير تحمر العين منها. فهي القطرات إذا نشفت العين، إذا جف سطح القرنية
والملتحمة حتى في خطورة أنه يصير عندنا ندبات بهدول. هو غشاء كتير رقيق وحساس جدا يعني ما نو يعني هو أبسط قصة من الجلد. فأنت عم تخرشي العين بشكل دوري ويومي مع مستحضرات التجميل مع عوامل الجو الخارجية. ففعلا مثل ما تفضلتي ممكن أن هي توصل لمرحلة يعني نوصل لمرحلة غير عكوسة بالأذية العينية وتأثر على القدرة البصرية وعلى حياتنا اليومية. فهي الحقيقة جميلة أنها بتبيض العين. لا نحن نمسح المكياج نستخدم مكياج مناسب بأكثر أسباب اللي وبالصيف بلا كل المكياج ويعني هو الحقيقة نحن الصبايا أنتم حلوين ما بتكون مكياج بس دكتورة بس ضرورة لازم بس نحن ننوه على هذا الموضوع طبعا. لأنه للأسف مثل ما قلنا منتشر كثير بين الصبايا ويمكن في شوية قلة وعي خلينا نقول مو عند الكل بهذا الموضوع. ومنفكر أواد أن تبادل المكياج هو شيء عادي طبعا. وصحي ولكن للأسف هو موضوع خلينا نحط تحته خط أحمر ونستعمله بدقة كتير كبيرة. دكتورة كل الشكر لك وعلى كل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها ويا رب الصحة والسلامة للك. أكيد نشكرك دكتورة سوسن أحمد اختصاصية بأمراض العين وأكيد نتمنى من كل الصبايا اللي عم يتابعونا يلتزموا بالإجراءات الوقائية اللي قدمتي لنا إياها حضرتك. شكرا لك. أما نحن مكملين بمشوارنا الصباحي وصار الوقت لحتى ننتقل مباشرة لغرفة الأخبار لنتعرف على آخر الأخبار السياسية محليا عربيا وعالميا مع زميلتنا نيرمين عمار. يسعد صباحك يا نيرمين. صباح الخير هايدي وفرح ولكل مشاهدي الأخبارية السورية موجز لكن بعد الفاصل. أكدت وزارة الدفاع أن أي خبر أو معلومة أو أوامر تتعلق بالجيش والقوات المسلحة يتم تعميمها مباشرة على قواتنا المسلحة أو تنشر حصرا على الصفحة الرسمية للوزارة على الفيسبوك. حذرت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية من أن بعض المواقع والصفحات المشبوهة والمرتبطة بدوائر العدوان والتآمر تحاول بث الفوضى والتأثير على معنويات جيشنا الباسل وشعبنا الأبي عبر نشر أخبار ومعلومات تضليلية كاذبة تتعلق بقواتنا المسلحة. أصيب عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية في الضفة الغربية. وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق. حذرت الأمم المتحدة من أن الحرب والجوع يهددان بتدمير السودان بالكامل في ظل المعارك العنيفة الجارية منذ نيسان الماضي. قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفث الحرب في السودان تثير وضعا طارئا إنسانيا له أبعاد هائلة وإن هذا النزاع الذي يتسع مع ما يخلفه من جوع وأمراض ونزوح سكاني بات يهدد بالإطاحة بالبلاد بكاملها. وفي خبرنا الأخير أسقط الجيش الروسي طائرة هجومية من طراز سو 25 و73 طائرة مسيرة لقوات النظام الأوكرانية وقضى على مئات جنود والمرتزقة خلال العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان دونباس. ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي حول العملية أن بحريتها وجهت الليلة الماضية ضربة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى لأحد مواقع البنية التحتية للموانئ الذي يستخدم لمصلحة القوات الأوكرانية مبينة أن الضربة حققت هدفها وأصابت الموقع المستهدف. ختام الموجز عودة الاستديوهات صباح الخير. أكيد شكرا لك يا نيرمين.
اما نحن مكملين بمشوارنا الصباحي ورح نتعرف على احوال الطقس معك يا فرح. كثير ناطرين يمكن تخف درجات الحراره، ويمكن مرقنا بايام جدا صعبه بارتفاع درجات الحراره وصعوبه يمكن تبريد الطقس لاسباب مختلفه سنة كلياتها بنعرفها. شو درجات الحراره بالايام القادمه وهل في انخفاض بدرجات الحراره؟ رح نتعرف على هذا الموضوع بالتفصيل مع المتنبئ الجوي حسان جردي. صباح الخير. صباح الخير، يسعد صباحك يا هلا. يسعد صباحك. يسعد صباحك. كلياتنا ناطرين الاخبار وناطرين تقلنا في انخفاض بدرجات الحراره. خلينا نبدا اول سؤال بدرجات الحراره بالايام المقبله كيف حتكون؟ هلا في انخفاض بدرجات الحراره، بلش من نهار الخميس والاجواء الحاره بلشت تتسرب بشكل تدريجي عن المنطقه. من يوم الخميس الماضي اليوم الانخفاض راح يكون اكثر من امبارح نتيجه تقدم كتله هوائيه معتدله وتراجع تاثير المرتفع الجوي شبه المداري، فبيؤدي الى انخفاض اكثر بدرجات الحراره واستمرار الانخفاض تقريبا حتى نهايه هذا الاسبوع مع اجواء راح تكون اجواء صيفيه عاديه يوم الاثنين القادم، لانه اليوم الاثنين راح تكون هي ذروه الانخفاض وراح تكون الحرارات في معظم المناطق والمدن على امتداد الجغرافيا السوريه اقل من معدلاتها بقليل من شهر في فتره الاسبوع. يعني استاذ حسان الاسبوعين اللي مرقوا كانوا كثير صعبين وفعلا مثل ما بيقولوا قبل اللهب، لكن اليوم سؤالنا هل ممكن نحن ايام قليله وبندخل بشهر ايلول هل رح نشهد موجه حر مثل الايام اللي مرقت؟ لا موجه الحر اللي تاثرنا فيها اخر شيء كانت هي اخر موجه تقريبا هي بفصل الصيف واشد موجه، ومن ناحيه المده الزمنيه وارتفاع درجات الحراره. هلا في نهايه الاسبوع في ارتفاع بدرجات الحراره ولكن ما راح نوصل لمرحله موجه حاره نفس الموجه اللي تاثرنا فيها، راح تكون اجواء حاره نسبيا حرارات اعلى من المعدل ان كان بشهر ايلول او بفصل الخريف اللي نحن هلا صرنا بالجزء الاخير من فصل الصيف لحتى نستقبل فصل الخريف ب 21 ايلول. نعم. بشكل عام مثل ما قلت لك انه الارتفاع بدرجات الحراره هلا خلصنا منه هيدا الاسبوع، اليوم راح تستمر الحراره بالانخفاض، ذروه الانخفاض هو نهار الاثنين حراره ادنى من المعدل. اليوم الحرارات من 1 إلى 3 درجات مئوية أعلى من المعدل، أجواء صيفية عادية، بينما نهار الاثنين راح تكون أجواء صيفية معتدلة إلى عادية مع فرصة لهطول أمطار بالمنطقة الساحلية تحديدا على شكل زخات عشوائية من المطر، والأجواء بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية راح تكون أجواء حارة نسبيا نوعا ما. خلال ساعات الليل عم تكون الأجواء بمعظم المناطق معتدلة ومائلة للبرودة نوعا ما. خلال ساعات الصباح الباكر بالمرتفعات الجبلية بالقلمون بالمنطقة الشمالية والمنطقة الوسطى هناك فرصة لتشكل ضباب خفيف بالمنطقة الوسطى، أما الرياح عم تكون غربية الشمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات عم تنشط بعض الظهر، بتتجاوز سرعة الهبات ببعض الأحيان يوم الاثنين 60 كيلومتر بالساعة، اليوم الهبات عم تكون تقريبا من 50 ل 55 كيلومتر بالساعة والبحر خفيف لمتوسط ارتفاع الموج ودرجة حرارة مياه البحر عم تكون 27 درجة مئوية. بتستمر معنا هيدي الأجواء حتى يوم الثلاثاء، الثلاثاء ما في تغيير بالنسبة للأحوال الجوية، بتظل الحرارات أدنى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، والأجواء صيفية عادية بين الصحوة والغائمة جزئيا بشكل عام. أجواء عم تكون حارة نسبيا وصيفية بالإضافة إلى الأجواء السليمية الموجودة بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية السورية. بتستمر معنا هيدي الأجواء حتى يوم الأربعاء نهاية الأسبوع، بتميل الحرارات للارتفاع لتتحول إلى أجواء تكون نوعا ما من أجواء صيفية عادية إلى أجواء حارة نسبيا بمعظم المناطق يوم الخميس والجمعة القادمة. بشكل عام يعني ما فيها التغيرات خلال هذا الأسبوع، أجواء رح تكون أجواء بنشعر فيها بأجواء طقس الخريف، أجواء عم تكون حول المعدل وأدنى من المعدل مع احتمال الأمطار، وبالليل ببعض المناطق تحديدا بالمناطق الجبلية رح تكون الأجواء نوعا ما مائلة للبرودة، يعني اجواء طقس رائع هيدا الاسبوع بيختلف تماما عن الاسبوعين الماضيين اللي تاثرنا فيهم. نعم. يعني استاذ حسام بدنا نتشكرك كل الشكر على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها هون، وان شاء الله يا رب بتكون الايام القادمه يمكن اقل حراره لانه كثير من الناس تعبت، كبار السن، الاطفال، الرضع، ان شاء الله يا رب تخف درجات الحراره تدريجيا وتكون بحراره معتدله. كل الشكر لك وبدي اتمنى لك بقيه نهار كثير حلو. شكرا. شكرا لك استاذ حسان جردي. اما نحن هلا وصلنا لفقره رح نضوي من خلالها على ابداعات الشباب ومشاريعهم، واليوم فرح يمكن لحتى ناسس اطفالنا بشكل صحيح من الناحيه التعليميه كثير مهم نحن اليوم نختار المدرسه والمدرسين يلي بيتبعوا طرق تعليميه حديثه، ودائما بنقول انه اسلوب المدرس وطريقه اعطائه الماده هذا الشيء بيخلي الطالب او الطفل يحب الماده ويتعلق فيها، خصوصا انه اليوم عندنا بعض المواد بتلاقى
بنلاحظ فيها جمود وملل، فنحن بحاجه انه نطلع من هي الطرق التقليديه. ونحن بنتذكر تجاربنا يمكن كمان قديش يمكن بعض المواد حبيناها وتمنينا نكمل فيها بالمستقبل وندخل في روح حقيقيه بالجامعه نتيجه محبتنا لطريقه المدرس واسلوبه يلي كثير بيلعب دور بمحبتنا للماده. واليوم مع تطور وسائل التربيه والتعليم دخل نوع معين من التعليم هو التعليم عن طريق اللعب، هذا الموضوع يلي تنبه له كثير من الاساتذه واخذوا طريقه واسلوب ناجح جدا بايصال المعلومه للاطفال. رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع الاستاذ اكيد رح نتعرف عبد القادر حاج حسن وهو مصمم للوسائل التعليميه والالعاب. يسعد صباحك استاذ، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك استاذ. خلينا بداية نعرف من حضرتك كيف بلشت فكرة تصنيع الوسائل التعليمية للأطفال؟ سهلا فيكم. هلا بداية أنا قبل ما فوت على الجامعة كان عندي ميول شديد لموضوع الرسم، كنت حب كتير الرسم، ثائبت الأمور وما قدرت فوت على كلية الفنون الجميلة ودورت على أقرب فرع قريب على هذا الشيء. للصدفة الحلوة إني أنا فت على كلية التربية معلم صف، الحمد لله مشيت فيها. من ضمن موادها كان هي عبارة عنا عملي، مواد العملي إنه نحن نصنع أو نعمل وسائل تعليمية. كثير حسيت الموضوع بيشبهني وصرت اني اشتغل بالرسم فيه، كان الرسم هو عباره عن اداه سحريه لحتى انا اقدر اتمكن من هذا الشيء. الحمد لله ما تخرجت من الجامعه الا انا صرت تقريبا شبه متمكن وبلشت من هون فكرتي. هلا الفكره رائعه جدا. اليوم استاذ قد ايه بتوافقنا الراي انه التعليم عن طريق اللعب هي الوسيله الافضل والاكثر جدوى بين كل الوسائل؟ ملينا من الطبشوره واللوح، يمكن ملينا من هي الاساليب التقليديه والتلقين، فحسب تجربتك كيف كان الاداء وتعاطي حتى الاطفال وسرعه تلقي للمعلومه؟ هلا 100% انا بايد لموضوع كخبره شخصيه، بايد لموضوع كثير الوسائل. ونحن هلا صار عندنا طفل ذكي جدا غير قبل، لانه هلا انتشار وسائل التواصل مع الشاشات مع كذا، فهو صار ما عاد اي شيء يغريه، ما عاد اي شيء يجذبه. فنحن لازم كمدرسين او كمربيين للاطفال نكون نحن قريبين كثير عليهم اول نقطه، ونحن نقدر ننزل لتفكيرهم او ننزل لمستواهم، لانه هن بشكل عام بعمرهم جدا اذكياء. وما فينا نستحوذ على الطفل الا طريقة بتشبهه أو طريقة بتعني له. تمام أستاذ عبد الرحمن، اليوم جايب معك قطع نماذج من الوسائل التعليمية، خلينا نبلش نستعرض ونشرح تماماً. كل فكرة. تماما ما في مشكلة. بداية الوسيلة الأولى هي عبارة عن مجموعة لخبرة الأسنان، هي بتعطى لمرحلة رياض الأطفال ولمرحلة خلينا نبدأ من الغلاف، تصميمك الغلاف نبدأ منه. هلا الغلاف بشكل عام انا بعتمد اذا كان الوسيله بتحتوي على اكثر من فكره، انا بحاول اني اجيب صوره شخصيه كرتونيه عاديه مشان ما شتت الطفل. اما اذا مثل هي الوسيله انه خبره واضحه، فانا هون حبيت اني احط سن مبتسم، هون الطفل فورا راح يعرف انه انا راح احكي عن اسناني. سن عيونه كثير حلوين. شكرا كثير. هلا انا هون ضميت كله من صنع ايدك. طبعا كله من صنع. المشروع مبلشين فيه انا وزوجتي، بنشتغل انا وزوجتي بهذا الموضوع. حلوه التشاركيه. شكرا لك. هلا بدايه انا حطيت فيه خبرتين، الخبره الاولى هي عباره عن فم بسيط بينفتح. في نحن عنا اول شيء هي هون انا كمدرس راح شيل هدول، بده يكون الفم مليان شيء بكتيريا. البكتيريا هي عباره عن اشياء بسيطه جدا لحتى الطفل ينجذب لها، انه هو بيسال شو هدول ليش هدول هيك، فانا كمدرب راح اشرح له انه هي بكتيريا راح تكون هون محششه كذا هيك راح تاذي، فانا راح استخدم مثلا هي الفرشه والكذا مشان اقدر. بس خلينا نشوفها شوي على الكاميرا معلش. هي من تصميمك كمان؟ تماماً. شو الادوات اللي صنعتها من الاسفنج او شو المواد؟ هون مستخدم انا قماش اللبات وحاشي بمواضيع، يعني انه حاشي مثلا حشوه اسفنج او حشوه عاديه. تفضلي. خليني اساعدك. تفضلي. لانه انا حبيت الفكره، يمكن كمان الاطفال بيحبوا هيك شيء. خلينا نشوف، هي صوره ومجسم لمعجون الاسنان، طبعا هو شكله كثير لطيف بيتناسب مع الفكره. خلينا تماماً. نقول تماماً. البكتيريا يعني كمان خلينا نقول بدون سوس اسنان او البكتيريا بدون اسنان تماما تمام. فرشايات الاسنان خلينا نقول كمان، وانواع مختلفه من البكتيريا، حتى المواد المصنوعه منها يمكن بتعطيها استدامه. خلينا نقول استدامه، واهم نقطه انه بدها تكون امنه 100%، يعني ما في لها اي علاقه لا مواد حاده ولا مواد ثقيله مشان الطفل. يعني فعلا هدول الامور بتشجع اليوم الطفل او الطالب ويحفز اكثر على الدراسه. خلينا نحكي اكثر، لقيت صعوبه بتامين بعض المواد ام لا؟ هلا بعض المواد بشكل عام كانت
اوليه ما كثير اعتمدت على المواد، لبعدين لبعد صار انتشيني مثلا روضات او شيء صرت اني اروح على مجال المواد المتقنه يعني، بس لا بشكل عام لا كانت اغلبها مواد اوليه يعني متوفره. خلينا نتعرف كمان من حدا. هلا هاي هي نفس الفكره، هي عباره عن كفه وسيله كفيه، انه انا راح البس الكف، المدرس راح يلبس الكف هيك. هاي بالنسبه ل هي اول شيء حلوه هي الطريقه، بصير فيها يمكن تماما نوع من هي تفاعلي. هلا هون انا رايح البس مثلا الكفين، هون سن سليم معافى وسن غير سليم، طبعا الرياكشن تبع الوجه هو اللي ببين تماما الطفل شو كان راح هون راح يكون دوره. نحن عندنا مجموعه من الاطعمه، فمثلا نحن عندنا البكتيريا او المثلجات هو راح يلزقهم على السن، اما هون مثلا الفواكه الخضار البروكولي او اي شيء فهو راح يلزقهم هيك، فانا راح اعرف، راح يعرف الطفل انه هاي انا راح احطها هون وهي راح احطها هون. نتيجه استخدامك لهي المواد استاذ، حسيت اليوم اكثر قدره انه نحن نركز الفكره باذهان الطلاب وبنفس الوقت هذا الجو الحماسي اللي نحن فعلا بحاجته بمناهجنا للاسف اللي عم بتكون تقليديه الى نوعا ما، فده عم يكسر هذا الحاجز وهذا الروتين جدا. ومثل ما قلت لك بدايه الامر انه هو طفل ذكي، فهو انا ما عم يقرب او ما عم يقدر يستوعب المعلومه بشكل صحيح وياخذها بشكل جدي الا انا اذا فعلت معه بهي المواد بهي الاساسيات، وجدا اثر على الطفل يعني هذا الشيء لقيته يعني. خلينا نوضح كيف عم يكون تفاعل الاطفال، كيف عم تكون ردود افعالهم، كيف تلقيهم للمعلومه. هلا بدايه اول ما انا انه اول ما فوت على اطفال جداد او شيء بتفاجئوا كذا انه كثير شيء حلو كثير كذا، بيصيروا بيرقدوا على الوجه على الشغلات الموجوده، مثلا انه سن عم يضحك سن عم يبكي هيك، بعدين بصيروا بيتعودوا بصيروا انه بدهم الجديد، مثلا انا بدي كذا، بدنا ناخذ هذا الموضوع استاذ شو بدنا نعمل هيك الموضوع. بس قد ايه الاعمار يلي عم تتوجه لهم استاذ؟ هلا اكثر شيء انا عم توجه لمرحله رياض الاطفال ومرحله الاول والثاني، هن اكثر شيء موجهين لل. شو جاب لنا كمان الوسيله الثانيه؟ هي بتضم خبرات، هي سوري. هلا هون انا مثل ما قلت لحضرتك انا هون اعتمدت انه بما انه جوا الافكار متنوعه فانا اعتمدت من برا انه تكون رسمه عاديه جدا. هي حقيبه بتضم مجموعه من الخبرات هي، هلا هي بشكل عام الخبره الاساسيه اللون، بس انا هون اعتمدت انه اكثر من طريقه لحتى نعمل اللون. هلا مثلا هاي راح يعد مثلا ستي فيها ست نقاط بيفرزون. هاي اول وحده، الثانيه هي عباره عن كمان لون راح يفرز انه مثلا هون عندنا هون مثلا ليمون او كذا، العدد من فوق بيكون بملقط صغير هيك، ممكن حتى الالوان يتعلموا طبعا هو هلا كلياتهم بيعملوا الالوان، وهون كمان بركز على العدد، هون عربي وهون انجليزي. هاي كمان هاي بس لون فقط عباره عن شيء جايبه وله استاذ الملفت انه هي المواد اللي عم تستخدمها او حتى المجسمات كانت تنباع بمكاتب معينه فعلا باسعار كثير عاليه اليوم لاسباب انها هي مثل ما قلنا جدا امنه للاطفال وفيها طريقه فكاهيه او طريقه طريفه لحتى نقدم المعلومه طبعاً. اليوم بالنسبه للتكلفه قديش هي؟ قد ايه حسيت انه هي بتفرق جدا بين اللي عم تنباع بالمكتبات وبين شغل الهاند ميد اللي حضرتك عم تشتغل؟ هلا بالنسبه للتكلفه انا اول ما بلشت بمواد اوليه جدا، يعني ما اشتري شيء فعليا، اشتري اشياء جدا بسيطه، فانا ما اتكلف باي شيء يعني تكلفه بسيطه جدا، وهو عباره بس بده موضوع خبره تكرار. انا لمجرد اني عم بشتغل اكثر كل ما بتقل الموضوع اكثر، والفرق واضح جدا يعني ما بتقارن ابدا. ما في انه يعني مثلا ما بحط هاي التكلفه ابدا. تمام. يعني برايك اليوم المدارس الموجوده عندنا هل بعد عم يتبع اليوم هالاساليب بتعليم الاطفال؟ عم يكون في هذا الاهتمام؟ طبعا اكيد، والمنهاج هو فرض هذا الشيء يعني. هلا المنهاج هو تفاعلي بحت، واي استاذ ما راح يقدر انه يمشي بهي القصص راح يلاقي صعوبه جدا، لانه كثير بيعتمد على موضوع المناهج. المناهج كثير بتعتمد على موضوع انه هو يشتغل بالطريقه. بس قديش عم نشوف مبادرات شخصيه مثل مبادره حضرتك انه نحن ناخذ شغلنا على البيت، نقعد نعمل هي المجسمات، قديش بده يكون حب وشغف بالمهنه يلي نحن عم نشتغلها، لحتى كمان شغلنا مثل ما بنقول بنجيبه معنا على البيت وبنشتغل وحتى بنشارك زوجتنا فيه، وممكن حتى اطفالنا يبدوا رايهم ويعطونا يمكن افكار تلفت نظرنا لكثير من التفاصيل. تماما. هلا انا كمدرس هاي شغلتي يعني، وانا بدي بالنهايه انا وقت اللي بشتغل انا بفوت على صف بلاقي مثلا اقبال كبير للطلاب، حب للطلاب كذا، هذا الشيء بنسيني انا فكره تعب او انا لازم او شيء، فلازم انا انه كدس وقتي بشكل افضل حتى انا اطلع بافضل نتيجه ممكن يعني.
طب خلينا نوضح ونحكي أكثر. اليوم الأطفال يلي عندهم صعوبات بالتعلم ممكن يستفادوا من هي الطريقة لحتى هنون فعلا يتعلموا؟ طبعا أكيد. هلأ هي بتتوجه بشكل كتير كبير للأطفال. قابلت هيك أطفال عندهم طبعاً صعوبة؟ كيف تم التعامل معهم؟ طبعا هلأ بشكل عام هنن في خب يعني أنه لازم يكون أنا عندي مقدرة على التعامل معهم أول نقطة. ثاني نقطة أنه هنن ما بيركزوا على موضوع فقط حكي او كلام، فانه بيشوفوا شيء بايد الاستاذ او شيء فهو هذا الشيء بيجذبهم، بيخلي بيبعد عنهم فكره انه لا انا ما بدي اقرب او انا ما بدي اتعامل او كذا، لا بصير بيعمل الموضوع الين او بصير اريح لانا اقدر اتواصل معهم. غير الامور التعليميه في جانب عم تشتغل فيه على الالعاب، فخلينا نحكي شو هي الالعاب، وهل هي العاب كمان تعليميه خلينا نقول او هي مجرد العاب ترفيهيه نطلع شوي من جو التعليم او لا حتى الالعاب بدنا نستغلها ونعلم الاطفال؟ هلا بالنسبه لموضوع الالعاب انا لقيت انه فكره الطفل وقت اللي هلا انا لابني او لابن اختي او كذا وهيك فوقت اللي قعدنا نشتغل انا وياه لقيته انه هو استمتع باليه الشغل اكثر من اللعبه نفسها من تطلعنا، وهذا الشيء بنلاقيه انه انا اشخاص كثير مثلا بجيبوا العاب بكم هائل كثير للاطفال، فهنا فعليا بيلعبوا فيها ربع ساعه خلص تركوها اذا كمل الربع ساعه تماما. فنحن اذا بدنا نجي ندقق او نبحث وراء الموضوع بنلاقي انه الطفل ايه مليت بعدين اما وقت هو بيقعد بيعمل لعبته بحال بايده مع اهله وبيلعب فيها هون راح يلاقي راح يكتسب اول شيء ذكاء رائع يعني ويصير يتفاعل معه بشكل اكبر. أكيد. فاكيد الى جانب كثير كبير للطفل. يعني بالختام الاستاذ عبد الرحمن عبد القادر حاج حسن بدنا نشكرك كثير على الفكره المهمه اللي عم تقدمها حضرتك انت وزوجتك. اكيد يعطيكم الف عافيه ونورت صباحنا. كل الاحترام لك استاذ. يمكن نحن بحاجه كثير لناس شغوفين بالمهنه اللي بيقوموا فيها خاصه مهنه انسانيه وراقيه هي مهنة التعليم. كل الشكر لك وتحية لزوجتك، صح هي غايبة بس أكيد اسمها دائما مذكور معنا. شكرا لك، كل التوفيق. يعطيكم ألف عافية. شكرا. أما هلا مشاهدينا خلونا نطلع على فاصل صغير ونرجع لنكمل باقي فقراتنا لليوم. وأما هلأ بننتقل لثلاث مسرحيات الكتاب يلي بيحتوي على شخصيات من أزمنة وأمكنة متنوعة بتنوع بيثري الطرح الفكري للكاتب. أكيد. وخلينا نوضح أنه الكتاب للصحفي والأديب سامر منصور بيحتوي على نصوص متنوعة بأفكاره ومواضيعه وشخوصه، وأكيد بيقدم رؤية بانورامية لما نعيشه في واقعنا من ظروف صعبة ممكن بتمس كافة الفئات العمرية. نتعرف أكثر على الكتاب، اسمحوا لي رحب بالمسرحي والناقد عمر أيوب. يسعد صباحك أستاذ. صباح الخير سوريا، صباح الخير السادة المشاهدين، صباح الخير لكم ولأسرة هذا البرنامج. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك مرة تانية. مثل ما حكينا بالمقدمة كتاب ثلاث مسرحيات للصحفي وعضو الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين سامر منصور، خلينا نتعرف بالبداية من حضرتك على هذا الكتاب وشو مضمون. نعم، صدر الحقيقة عن اتحاد كتاب العرب بدمشق مؤخرا ثلاث مسرحيات للكاتب سامر منصور. ثلاث مسرحيات، الأولى زيوس بيننا، والمسرحية الثانية اللوحة الناقصة، والمسرحية الثالثة هي الفرح السام. وتميز حقيقة الكاتب سامر منصور بلغة تعبيرية فيها الكثير من الإيحاء والترميز وبعيد عن المباشرة وبعيد عن اللغة الإخبارية أو اللغة التلقائية أو اللغة التقريرية، هو دائما بلغته المسرحية وبلغته القصصية ينحو نحو الترميز وكتابة ما بين السطور، وهذا يعني جليا حتى بعتبات النص في العناوين عندما يقول اللوحة الناقصة أو الفرح السام فيها شيء من الرمزي، أو حتى هذا يظهر أيضا على الغلاف من الخلف عندما نقرأ العبارات أو الجمل المميزة، يقول مثلا على الرغم من أن للوردة عينا واحدة وأجفانا كثيرة كثيرة إلا أنها خير من حفظ صورة الربيع فانظر إليها حين تنطق بقصيدة الفراشة. يقول أيضا بمكان آخر لا تغويني رسوم العناكب المتقنة الحريرية ولا رقصة الفراشات المولوية، فما الحرير إلا مكر العنكبوت وكل زائر له ضحيته يغتاله بالسم بعد أن يفرش له سرر الحرير. إذا نلاحظ هنا الرمزية بلغة الكاتب سامر منصور كي يعني يعطي للمتلقي وللقارئ
مساحات واسعة ونوافذ تشرع ليلقي ضوءا ما، ليلقي كلمة ما، ليلقي عبارة. فينا نقول هذا الكتاب ثلاث مسرحيات موجه لفئة معينة طالما بيحمل معه هي الرمزية وبحاجة لأفق يمكن من التفكير والخيال والتخيل مثل ما منقول، فهل فينا نعتبره موجه لفئة معينة من المثقفين أو القراء أو حتى النقاد؟ حقيقة هذا الكتاب وهذه الطريقة من الكتابة حقيقة موجهة فعلا لفئة خاصة ولفئة النخبة، دعينا نقول هي موجهة لفئة النخبة لأنها بعيدة عن اللغة السهلة الواضحة، واللغة السهلة الواضحة هي لغة موجهة إلى يعني كافة وشرائح الناس عامة، أما اللغة المكثفة، اللغة الرمزية، اللغة التي تحتاج إلى عصف ذهني، اللغة التي تحتاج إلى الكثير من التفكر، الكثير من القراءة، هي لغة اللغة اللي فيها التي فيها أفكار، لغة سامر منصورة فيها ميثولوجيا كثيرة، فيها حكاية من الموروث الشعبي كثيرة، فيها إسقاطات على العصر والتناقضات التي نمر بها كثيرا، إذا هي تحتاج إلى لغة قارئ من قراء النخبة أو من القراء النخبويين خاصة. تمام أستاذ، يعني ذكرت حضرتك أنه الكتاب بيحتوي على ثلاثة نصوص مسرحية ممكن مختلفة بشخصياتها بالأزمنة والأمكنة، طيب خلينا نحكي عن هذا التنوع أو هذا التمازج، أمت ممكن يكون إيجابي وأمت ممكن يكون سلبي؟ هلأ ليس بالضرورة أن يكون هذا التنوع هو تنوع إيجابي، يعني بالتنوع أن يكون هناك يعني نميز، إذا كان هناك تنوع وتنوع يعني أقول بأنه هو يعني تنوع بالزمان والمكان، ربما هذا المقصود هو التنوع بالزمان والمكان الموجود داخل الشخصية أو موجود داخل المسرحية، هذا التنوع بالأمكنة والأزمنة ليس بالضرورة أن يعني يكون هو المعيار الوحيد لنقر بأن هذا العمل هو يعني إيجابي أو سلبي، يعني ربما يكون هناك عمل مسرحي بمكان واحد بزمن واحد بنقطة زمنية ثابتة ويكون عمل جميل، ولأن الفنون تتكامل أذكر هنا فيلم حصد كثير من الجوائز، هذا الفيلم يتحدث فقط بمكان واحد وقناص وعنده رهينة امرأة مربوطة بعمود وتدور الأحداث فقط، هي بين بمكان واحد، هو بين القناص وبين الامرأة الرهينة، حوالي ساعة ونص فيلم بغاية الدهشة بغاية المتعة، أما على سبيل المسرح أحيانا ممكن يكون مونودراما، المونودراما هي شخص يتألف من هو عمل يتألف من شخص واحد، عمل يروي الحكاية، عمل يروي المسرحية بمكان واحد، ربما يكون بمكان واحد بزمن واحد، إذا التنوع ليس يعني هو المعيار الحقيقي لإفضاء جمال المسرحية، وأشير بأن الكاتب سامر منصور نعم لديه هذه القدرة الكبيرة على الانتقال من مكان إلى مكان، من مشهد إلى مشهد، ومن زمن مشهد من زمن إلى آخر، سيما بمسرحية اللوحة الناقصة المسرحية الثانية، هو ينتقل يعني المسرحية لا تتجاوز حوالي 40 صفحة إلا أنه يكتب بهذه المسرحية حوالي 22 مشهد، 22 مشهد ب40 صفحة، هذا يعني أنه انتقال من فضاء مسرحي إلى فضاء آخر يعطيه هذه الجماليات لهذا النص. تمام، مش بس تنوع بالأزمنة والأمكنة، كمان تنوع بالشخصيات، شخصية يمكن الإمرأة العاشقة، شخصية الأطفال يلي كانوا ضحية إهمال، شخصية أيضا بعض الأشخاص اللي تعرضوا لتنور، فتعدد هي الشخصيات برأيك هل ممكن يكون ناتج من نظرة الأديب للواقع المحيط فيه، أو هو يمكن تطلع لحل هي المشاكل، أو ممكن تكون حتى نتيجة تجربة شخصية، الأديب وين ممكن يكون هون برأيك؟ أنا بقول إنه الأديب هو يجب أن يكون أو يجب أن يكون صوته هو ليس صوت الأديب فقط، إذا كان صوت الأديب هو صوت الأديب فقط فهو يعني يكتب بشكل سيرة ذاتية أو يكتب بشكل شيء له خاص يعني مذكرات أو وتنتهي الأفكار عن تماما، أما صوت الأديب هو صوت من لا صوت له،
هو صوت الطفل وصوت المرأة وصوت الفلاح وصوت الفقراء والأغنياء وصوت حفيف الشجر وصوت النار وصوت كل شيء. أما بالنسبة للأشخاص والشخوص التي داخل المسرحيات، أستذكر هنا أشخاص أطفال على لسان أطفال، يقول الأديب سامر منصور، دعيني أقرأ فقط. تفضل. وأعتقد أنه كتب هذه الحواريات، كتبها بدموعه، كتبها وهو يبكي ولم يكتبها بالقلم، لأنها جدا جدا مؤثرة. شخصية رامي بقاعة الرسم، شخصية رامي بقاعة الرسم، هو رامي رسام أستاذ ولديه أطفال، يعني طلاب أطفال، فاليوم يسأل الطلاب أحمد وحسام وإياد، اليوم سيرسم كل واحد منكم أحب الناس إلى قلبه. أحمد، أنا سأرسم أمي. حسام، وأنا سأرسم أمي أيضا. إياد، أنا سأرسم أبي. إلى أن يقول رامي في بعدين حوار، بيقول: لوحة جميلة، أحسنت. بيقول أحمد: أحسنت صنعا، لكن ينقصها شيء، أنت لم ترسم الفم. أحمد: بلا فم أمي تبدو أجمل. رامي بيقول له: وضح، لأنها دائما تصرخ وتصرخ في وجهي، وأنا أخاف من صراخها، وأذناي لا تستطيعان تحمل صراخها. قديش مؤلم هذا المشهد. رامي الأستاذ بيسأل طارق، بيقول له طارق، يقول طارق: رسمت والدي، لكنه يرتدي فستانا. ورسم والده ولابس، يرتدي فستان. فما قصة الفستان؟ أبي دوما يضربني بحزام بنطاله، لذلك رسمته يرتدي فستانا. فكما تعلم، الفستان ليس له حزام، وبالتالي لن يستطيع أبي ضربي بحزامه. يعني شوف مدى عفوية الطفل وصدقه ونقائه. هنا الكاتب كما قلت يتحدث ليس بصوته، يتحدث بصوت شخوصه، يتحدث بصوت الأطفال. حسام يسأل الطالب آخر: رسمت أمي لكنني لم أرسم لها قدمين، بل رسمت لها جذع شجرة وجذورا. لماذا؟ حسام بحزن وألم ولوعة: لأنني لو رسمت لها قدمين لذهبت وتركتني، أنا أريدها أن تبقى بقربي، أن تبقى قريبة مني. ماذا تعمل والدتك؟ تعمل مضيف الطيران. انظر إلى هذه التعبير الجميلة وهذه الاختيارات، من هالاختيارات الشخوص التي يتكلم على لسان شخوصه بهذا الألم الذي حقيقة يعني نعتاشه ونعيشه في أيامنا هذه. فعلا يعني عم تكون الحبكة منسوجة بشكل كتير دقيق. أستاذ، خلينا نقول أنه اليوم يقال أنه عنا افتقار لكتاب المسرح بالبلدان العربية، وأنه المرحلة الذهبية لشهد المسرح العربي غابت. وجود اليوم مثل هاي المؤلفات الكتاب ممكن يعيد شيء من الأمل أم لا؟ نحن اليوم عنا أزمة بالنص المسرحي وأزمة بالعروض المسرحية بسبب ضعف التمويل، خلينا نوضح هاي النقطة. الحقيقة احنا ليس لدينا يعني لم يذهب المسرح والعصر الذهبي، بل ذهبت العصور الذهبية الحقيقة. ذهب عصر الرواية والقصة والشعر، وحتى العصر الذهبي بحياتنا اليومية للأسف، يعني كي لا نختبئ وراء أصابعنا أو ولا نريد أن يعني نجمل أو نغطي الشمس كما يقال بغربال. والمسرح هو من هذه الأشياء التي ذهب يعني العصر الذهبي للنص الذهبي وللفضاء المسرحي الذهبي. ونحن بأمس الحاجة حقيقة لمثل هذه الكتابات، لمثل هؤلاء الشباب. أستاذ سامر منصور، احنا بحاجة كثير لهؤلاء الشباب الذين يكتبون فعلا الآلام والأحلام، ويبنون المستقبل معتمدين على مفاعيل الكلمة الحق، لأن الكلمة نور، والكلمة هي التي تبني وتطور المجتمعات والأجيال.
كل الشكر لك استاذ وعلى حضورك الكريم بصباحنا، ومشكور وبقيه نهار حلو لك. شكرا لك. جزيلا لكم. شكرا لك استاذ، يعطيك الف عافيه وكل التوفيق لحضرتك. شكرا لكم. اما هلا خلينا نروح للموشحات والقدود الحلبيه اللي هي طبعا رحله عشق لا تنتهي من حلب عبر امسيه شعريه فنيه نظمتها جمعيه بيت القصيد الثقافيه برعايه محافظ حلب. تفاصيل اوفى بالتقرير التالي. الموشحات والقدود الحلبية رحلة عشق لا تنتهي من حلب عبر أمسية شعرية فنية نظمتها جمعية بيت القصيد الثقافية برعاية محافظي حلب. هذا المشروع الذي شغلنا صراحة حوالي شهور من الوقت لإنجاز شيء غني وقيم يغني المكتبة الوطنية الثقافية الأدبية والفنية بموشحات وقدود جديدة صونا أو مساهمة في صون التراث اللامادي. الأمسية تضمنت أبيات أشعار موشحات لعدد من الشعراء وتقديم فقرات غنائية عن تراث وأصالة حلب. نحاول نرجع الجيل الجديد للشيء الماضي الجميل العبق الجميل اللي نحن نفتخر فيه بسوريا وبحلب كمان بالذات. يعني الموشح هو رحلة آلاف سنين وسيستمر، هي رسالة، هي الحياة نفسها، هي ما يبهار للحياة، هي الحياة نفسها. بالحرب بالفترة الماضية طلعت عنا أجيال جديدة، شباب صبايا كانوا بعيدين نوعا ما عن موضوع التراث. بهالفعاليات هاي نحن عم نحاول نجذب فئة الشباب اللي موجودة عنا. هي الرحلة مستمرة دائما وابدا، هذا هي حلب الأصالة والتاريخ والعبق العطاء. لا ننسى هذا تراثنا، يجب أن نتمسك به بشكل جيد وأن نحييه. خطوة تأتي في سبيل تعزيز أهمية موروث فن القدود والموشحات الحلبية لدى الشباب الصاعد ليتم توارثها عبر الأجيال. وليد هناي، الإخبارية السورية، حلب. وصلنا معكم مشاهدينا لآخر محطاتنا لليوم، ويعني فرح مع بداية اقتراب العام الدراسي الجديد كتير مهم نحن نهيئ أطفالنا للدوام الدراسي وندعمهم نفسيا تربويا واجتماعيا، خصوصا بعد عطلة صيفية طويلة بتلاقي بعض الأطفال مشتاقين لمدرستهم لأساتذتهم لرفقاتهم، بينما البعض الثاني بتلاقيهم مو متهيئين لسه للفيق البكير والواجبات الاحتلالية. أكيد يمكن لما بنقول إجرة المدرسة مو بس هي كلمة بتلحق كتير من التفاصيل مثل ما قلنا، من الفئة بكير والالتزام بشكل كتير كبير، خاصة يمكن أوقات بتكون المدارس بمسافات شوية بعيدة عن أماكن وجود الطلاب، وشو بيرافقها من التزام بالوقت والتزام بأداء الواجبات وغيرها، والنوم هي أهم شيء، هي أهم فكرة لازم نحكي عنها. كل هي التفاصيل أكيد رح نحكي عنها بالتفصيل مع الأختصاصية التربوية عائشة الشاش. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. خلينا نحكي بالبداية شو بيعني بداية العام الدراسي الجديد إن كان للطلاب وحتى أهاليهم. بداية بدي لكم صباح الخير لكم الفريق المميز ولأهالينا الكرام اللي عم بيشاهدونا هلأ، نتمنى لهم عام دراسي جديد مليء بالنجاحات والتوفيق لهم ولأولادهم. العام الدراسي الجديد يعني طقس مانو بجديد يمارس كل سنة، لكن بعض العائلات ممكن نستقبله بإيجابية بتفاؤل بتحضيرات حلوة، وهذا بالتالي كمان الأطفال ممكن متحمسين للمدرسة، ممكن في قصص جديدة عم يخططوا لها، في أهداف جديدة، وبعض العائلات ممكن يشوفوا أمر مرهق وبداية متاعب ومشاكل تعليمية وسلوكية، وبالتالي كمان ممكن يكون في مخاوف عند أطفالهم. اليوم خلينا نحكي كيف الأهل ممكن يعدوا أطفالهم نفسيا قبل أي شيء، قبل ما ننزل نشتري ثياب المدرسة، دفاتر، الكتب، يلي خلينا نقول طبعا بكل شفافية كلها صارت أعباء للأسف، ما أنا رحلة ممتعة أبدا بالنسبة للأهل، بس أعدادهم نفسيا قبل بفترة، إن كان بتقليل ساعات السهر، وإن كان بإعدادهم خاصة للأطفال يلي هلأ فاتوا يمكن على مرحلة التعليم وكانوا يمكن بالروضات بالمراحل الماضية واختلف عليهم الانتقال من مرحلة إلى أخرى. خلينا نفوت بهي التفاصيل كلياتها ونحكي عنها التدريج. تماما. التهيئة النفسية كل ما كان عند الطفل تكيف نفسي
عالي رح يكون في تكيف اجتماعي وبالتالي تحصيل دراسي عالي. خلينا نشرحها أكثر. يعني الطفل لما رح نبلش معه بتحضيرات للمدرسة، نبلش مثلا مرحلة ما قبل المدرسة الروضة، أو مرحلة الأطفال اللي فاتوا فورا صف أول ما تحضروا بروضة، فهي العملية صعوبة أكثر. في ممكن، فممكن الأهل تطلب خطوات عملية، خطوات تدريجية قبل ما نحط ندخله فورا على المدرسة. فهون بيطلب من الأهل بداية يعني لازم يكون في اشتغلوا على عدة مهارات، خلينا نقول مهارات استقلالية، مهارات لغوية، مهارات اجتماعية، ومهارات تواصل، لحتى يقدر الطفل هو بعمر صغير يقدر يعرف امتى يحكي امتى ما يحكي، امتى بيسمع لرفقاته يتواصل صح. مهارات استقلالية خلينا نقول لما يتعلم كيف يفوت على الحمام لحاله، هاي ماما لازم تعلمه قبل ما نفوت على مرحلة الروضة أو المدرسة صف الأول، خلينا نقول الأطفال اللي ما فاتوا على المدرسة. حتى مهارات اجتماعية كيف يطلب الإذن ليروحوا على الحمام، كيف يدق الباب قبل ما يفوت، كيف هاي المهارات الاجتماعية كمان. وضافة كمان يعني الأطفال اللي ما بيعرفوا غير أهاليهم بالبيت، فشوي رح يكون في تعاملهم مع الروضة أو مع المدرسة في صعوبة، يعني حتى ممكن مفرداتهم اللغوية تكون قليلة، فهون على الأهل كمان يبلشوا بالتحضيرات. خلينا نفكر بأنه هلأ قربت الروضة، قربت العام الدراسي الأول، الصف الأول، فبيطلب مني كأهل أني أنا ببلش بخطواتي، اللي مثلاً أحكي له قصة رح تبلش من المدرسة، أحكي له عن طفل كيف بيعمل بالمدرسة وشو ممكن أنا واجه تحديات بسردها خلال القصة، أو ممكن كمان أصطحب الولد قبل بيوم يومين من المدرسة وفرجيها، فرجي أنه هون رح تكون، احكي مع المعلمة، الولد بس يشوف أنه الماما حكت مع المعلمة هي معناها هي مصدر أمان مثلها، فشوي شوي ممكن يقدر يتعود. ممكن نعمل مسرحية بالبيت، مثلا نخترع مثال أنه هلأ أنت بدك تروح على الحمام بابا، أنه أساس هو طالب معنا، هيك مسرحية حلوة. وممكن كمان نبلش بقى بالروتين مثل ما تفضلتي فرح، أنه ممكن نحن نعمل توقيت السهر بقى اختلف، توقيت الفئة الصباحية صار في منبه، بس لكن بالتدريج في خطوات كتير مهمة بالتدريج. بس الانفصال يلي هو أهم شيء لازم نحن نتعامل معه، يا ريت نحكي عنه شوي بالتفصيل. الأطفال يمكن كتير متعلقين بأمهم، خلينا نقول بالدرجة الأولى بشكل كتير كبير، وهي الحالة يمكن هادية اللي بنشوفها كتير لما الأولاد بيروحوا على الروضة، بتبلش حالة البكاء الهستيري أوقات هون بتكون أزمة نفسية إن كان على الأم أو حتى على الأطفال، خاصة الطلاب يلي هلأ عم بيفوتوا على الروضات للمرة الأولى. هون يمكن الصعوبة، كيف بتوجهي نصايح للأم بهي المرحلة؟ صحيح، الفطام النفسي الثاني اللي نحن بنسميه، ففي ممكن يكون عند أطفالنا اللي ممكن يواجهوا هيك في قلق انفصال عن الأهل أو عن الأم تحديدا، وحتى الأم ممكن أحيانا يكون عندها هي قلق الانفصال عنه، يعني ممكن أحيانا هي اللي تحسسه أنه أنا خايفة عليك يعني، فهذا الشيء ممكن ينتقل له هذا الخوف وهذا التوتر. فأكيد بدها تبلش خطوات قبل، مثل ما حكينا قبل، تبلش مثلا تروح على المطبخ وتتركه شوي لحاله، تعمل شيء تقول له انا هي بعد 10 دقائق ما رح يقدر يستوعب الوقت، بس انه على الاقل انه انا شوي ورح اجي لعندك، فانا بدي انفصل عنه تدريجيا لحتى بلش روح ابعته على الروضه. ممكن خلال الروضه انا نسق مع المدرسه وروح معه، يعني حسب وضع ابني، اذا كان بيحتاج انا داوم معه ساعه ساعتين باليوم، او هو بلش معه حطه بالروضه لمده ساعه اول يوم، ثاني يوم ساعه، ثالث يوم ساعتين. في اطفال بحاجه انه نبلش معهم برنامج خاص فيهم. يعني عائشة، اليوم مو بس الأسرة هي المسؤولة عن التهيئة النفسية للأطفال أو الطلاب، خلينا نحكي عن المدرسة كمان. المدرسة إلى دور كتير مهم، قدي مهم نحن نهيئ اليوم الكوادر المدرسية، المدرسين، وخصوصا يمكن ذكرنا أنه ظروف صعبة كتير معيشية، يمكن بعض الطلاب والأهالي ما قدروا يأمنوا لهم فورا الملابس الدراسية والكتب وإلى آخره. طب قدي مهم اليوم المدرس يراعي شوي أول فترة، لأنه نحن نلاحظ ومنشوف يعني من بداية العام الدراسي بيسألوا على المريول، بيسألوا على الكتب، قدي مهم اليوم هيك نخفف شوي عن هدول الأطفال، نصبر وما نلجأ مباشرة للعقاب. تماماً،
المدرسة على دراية بأنه هذا الطفل اللي جاي في عنده قلق انفصال، أو هو صف أول أو هو روضة أو يعني خايف من المدرسة، هو صف سابع بس خايف من شيء جديد، فعلى دراية بهذا الموضوع. فأكيد لازم تكون بشكل عام أول أسبوع عبارة عن أنشطة إرشادية ترفيهية، تعارف بين بعض، شو أهدافك بالمستقبل، شو كيف بدنا نحط خطة. هذا كتير بيساعدنا حتى على ضبط الصف، فما نلجأ يعني نتقرب أكثر من الطلاب، نفهمه، نفهم شخصياتهم، الأشياء اللي عم يمروا فيها. تماما. من خلال هذا الأسبوع الأول بلا واجبات مدرسية، ممكن عملوها بعد كورونا، فتوجهت كتير إذا لاحظنا بالمدارس أنه صارت في أنشطة ترفيهية خلال الأسبوع الأول. فهذا كتير منيح. إضافة لهيك التنسيق بين الأهل والأسرة على هذا الأمر، وأكيد يعني مراعاة ظروفهم ومراعاة الأعباء المادية اللي عم نواجهها كأسر، فبشكل عام كله بينفذ لبعض. أكيد حكينا عن هي المراحل التعليمية والحلقات الأولى بالتدريس. اليوم كثير من الشباب والصبايا يمكن داخلين على مرحلة شهادات، سواء تاسعة أو حتى البكالوريا، وهم بقى الحالة النفسية اللي هن ما بدهم تجي المدرسة وما بدهم يبدوا بهي المرحلة الصعبة. شو بتنصحي الأهالي اليوم كيف يتعاملوا مع أولادهم؟ نحن بدنا نوعيهم لأهمية وخطورة هي المرحلة الكبيرة بتحديد المصير والمستقبل، وبنفس الوقت ما بدنا نعمل لهم حالة رهاب من هي المرحلة. تماما. هلا هون حكينا شوي موجه لليافعين وللأهالي. تماما. لأهاليهم أول شيء، نحن ابني خايف، ابني عنده تحديات عم بيواجهها بالمدرسة، فأكيد أنا لازم علي أني أنا أسمعه. كيف نحن إذا حسينا حالنا تعبانين ولما بنحكي لحدا دي بنرتاح، فهو أنت عم بتساعديه هدي مشاعره وبنفس الوقت عم تفهميه أكتر. فهون على الأهل أنه إظهار التعاطف للولاد، لطلابهم يافعين مراهقين اللي هن يعني بهاي المرحلة، نفهم هن ليش خايفين، شو الصعوبات اللي خايفين منها، هل هو الخوف من المرحلة دي الدراسية الجاي، من المعلم الجديد، من الزملاء الجدد، فنفهم شو المخاوف ونحاول مع بعضنا نحط حلول معقولة بالمناقشة بيني وبين ابني. أكيد بنطلب من الأهل أنه نحن شهادة التاسع كتير مهمة، شهادة البكالوريا مصيرية وكتير مهمة، لكن ما نكرس تفكيرنا بأنه يلا عندك تاسع سنة الجاي، بعد سنتين عندك تاسع بتشوف بعد كله معك. فأي تماما، هذا الشيء عم بيفكر أنه هو مقبل على مرحلة يعني إذا بيفشل فيها رح يكون فاشل بحياته، فنتقبل هذا الشيء. ممكن ننظم وقتنا، كل المخترعين والمفكرين والكبار كان وقتهم 24 ساعة مثلنا، فبكل شيء بتنظيم وقت. من وجه هذا الكلام حتى لليافعين نفسهم أنه هن ينظموا وقتهم، ما عليه في طلعات، ما عليه في دخلات، ما عليه حتى لو كنت أنا صف تاسع، لكن بحدود وأنا ضابط وضعي وعم حدد أولوياتي، وبالتالي شوي شوي مخاوفي عم تصغر وأنا عم واجهها بترتيب وبشكل منضبط وهادي. يعني فعلا طلاب الشهادات هم متهيئين من الناحية التعليمية، بيكونوا عم يدرسوا قبل بفترة، لكن يمكن فعلا لازم كتير نركز على موضوع الدعم النفسي لهم بهي الفترة. طيب خلينا نحكي اليوم، بعض الأهالي لما بتخلص العطلة الصيفية بصيروا يسحبوا كل شيء مباشرة، الموبايلات، النوم بكير، هدول الأمور. طيب أنا هذا الشيء صحيح أم لا؟ أنا لازم يكون باعتدال، يعني مثلا كل خميس أعطي أنا الموبايل، يعني مو مباشرة اسحب كل شيء من الطفل. شو رأيك بالموضوع؟ التدعيم التدريجي فنية كتير جميلة. دائما نحن بس نستقبل الموضوع شوي شوي، التغيير يكون رح نتقبله ويصير ضبط ذاتي، يصير أنا اللي حط هاي الأهداف على حالي، فأنا ممكن ما بقى في سهر فجأة، ما بقى في زيارات فجأة، فأنا ممكن أعمل ردة فعل عكسية. نسبة كبيرة من الأهالي بتتبع هذا الأسلوب. تماما، فأطلع بمشاكل تانية. لا، منبلش تدريج، منبلش نخفف ونهيئ نفسيا. نحن مجرد عم نهيئ نفسيا أنه نحن بعد أسبوع رح تفتح المدرسة، فبالتالي انه نحن عم نحطه بالصوره ونبلش شوي شوي حتى نقدر نشتغل صح ونبلش معه صح. نحن بالنهايه بدنا ننتبه لحالته النفسيه لهذا الطالب او لهذا الطفل، ما بدنا نحن رغم عنك انت هيك بدك تفيق الصبح والروتين والتوقيت وهيك لازم وهيك لازم، ليش ما نعلمه هو يتحمل المسؤوليه وبالتدريج شوي شوي بصير هو بيحط الاهداف منه لحاله. بس بشكل عام قد ايه بتشوف يمكن الحاله النفسيه للام هي العاكس الاول للاطفال وطريقه تجاوبهم مع تقبلهم لفكره دخول للمدرسة إن كان بالروضات أو حتى بالحلقات الأولى؟ هذا الخوف يلي بيشوفه أو بيلمحه الطفل بعيون أمه ممكن ينتقل له ويصير عملية رفض كامل للذهاب للمدرسة. تماما. الأهل هن الدعم وهن المصدر الأمان للطفل، فأنا لمسة إيدي لأنا بطفل الروضة خلينا نقولها
قدر رول الطفل. نحن ممكن نقول انه هو صغير ما رح يقدر يفسر المشاعر وهيك، بس هو رح يحس مجرد انه هي عم بتودعه، لمست له ايده بطريقه انه انا ما بدي فارقك وخايفه عليك ومن هالحكي، فرح ينتقل له. فانا رح نواجه بايجابيه، رح في هي الطاقه اللي تظهرها الام او الاهل بشكل عام مو بس الام، فهذا رح يعطي دعم كثير كبير لاولادنا. أكيد. بالختام، الاختصاصية التربوية عائشة قشاش، بدنا نشكرك كثير ونتمنى كل التوفيق لطلابنا. شكرا لكم. شكرا كثير لك، ومثل ما قلتي هايدي كل التوفيق لكل الطلاب وللأهالي كمان. تكون دائما فترة الدخول للمدارس هي فترة جدا ممتعة، ونحن نحاول نخليها ممتعة قدر الإمكان. لهون بتكون حلقتنا وصلت للختام، نتمنى بقية نهار كتير ممتع بكافة التفاصيل وانفراجات على جميع الأصعدة، مثل ما بنقول دائما وبكل صباح. يا رب الخير والرزق يكون مرافقكم أيام وبتبدأ المدرسة، كل التوفيق لكل الطلاب والأهالي. أما هايدي بأتمنى لك كمان نهار كتير حلو. شكرا لك يا فرح، وأكيد شكرا لكل المشاهدين وجميع كادر صباحنا غير. وأكيد مشاهدينا موعدنا بيتجدد بكرة معكم بنفس التوقيت. باي باي.